السلام عليكم، كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم الوصفه ديال تريليتشي اللي كنتو بزاف طلبتوها مني. تريليتشي هي وصفه ديال الكيكه ديال الحليب. تريليتشي كتعني ثلاثه ديال الحليبات، اللي هو حليب مركز غير محلى، حليب مركز محلى، والحليب العادي. هذه الوصفه هي وصفه ديال امريكا اللاتينيه، معروفه بها بزاف. غنحاول ان نقدمها لكم اليوم بطريقه مبسطه وان شاء الله تعجبكم. نبداو بالمكونات. عندي 4 ديال البيض البيض، كنحتاج معاهم 50 غرام ديال السكر سنيده، 4 ديال صفرة البيض كنحتاج معاهم 30 غرام ديال السنيده، 120 غرام ديال الدقيق غنخدمو غير بنص خماره، شويه ديال اكسخيت فاني، 140 غرام ديال الحليب، قبيصه ديال الملحه. من اجل الصلصه غنحتاجو 90 غرام ديال الحليب مركز غير محلى، 90 غرام ديال الحليب مركز محلى، و 85 غرام ديال الحليب العادي. ومن اجل الكريمه غنحتاجو 200 غرام ديال الكريمه السائله، جمعرق كبار ديال السكر الثقيل او حسب الذوق، قبيصه ديال الملح حتى هي غنحتاجو معاها، وشويه ديال الاكسخيت فاني. اول حاجه غنبدا بها هي بيض البيض. غناخذو بيض البيض ونسيت قبيله ما قلت لكم شويه ديال خل التفاح او الخل الابيض، تقريبا واحد نص معلقه، وقبيصه ديال الملح. غنبدا نطربهم حتى يرغويو. ملي كيبدا يرغوي ليا بحال هكا عاد باش كنزيد فيه السكر سنيده وكنرجع نطرب. كنبقاو نطربوها حتى كيبان ليا الخليط ولا مساجم وكيدير هذاك المنقار ديال البطه. نبداو نطربو. كنطربوه حتى كيعطينا هاد كتعطينا هاد المنقار بحال هكا، والبيت البيض ديالنا كيتماسك مزيان. غنوضعو جانبا وغندوزو نخدمو صفرة البيض. غنزيد مع السكر سنيدة، غنزيد شوية ديال الاكسخيت فاني وقبيسة ديال الملعقة، لأن درنا شوية في الأول. غنطربوهم واحد شوية. بعد ما فتح لي اللون ديال صفرة البيض غنزيدو دابا الحليب. وغناخدو الدقيق غنزيدو على جوج دفعات. غندير الاولى نغربلو، ديما ضروري اننا نغربلو الطحين. ثم كنزيدو الدفعة الثانية. وغنزيد نص معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة. حتى هي كنغربلوها ضروري نغربلو لأن بعد فترة كتكون مكورة مع البرودة. ونخلطو كلشي. وغنزيدو دابا بيت البيض ديالنا. غناخد دابا مول اللي سبق ليا دهنته بالزبده وغبرته بالطحين، غنفرغها في المول. كنديرو ليها بحال ما هكذا باش الفقاعات اللي كاينين كبار يحيدو،
وكنديروا له واحد جوج خبطات. هذه الثالثه كنخبطها واحد شويه باش الفقاعات الكبار اللي كاينين يحيدوا باش تجينا الكيكه مستويه كامله. غندخلها الفرن سخنته على درجه حراره 160 لمده نص ساعه او 35 دقيقه على حسب الفرن حتى ندخلوا فيها العود وتخرج ناشفه. ندخل الفرن ونطلقهم بعد. بعد ما خلينا الكيكه كطيب في الفران غنخلطوا الخليط ديال الحليب ديالنا، الحليب مركز غير محلى، الحليب العادي والحليب المركز المحلى. غنزيد شويه ديال الاكستري دو فاني وغنخلط هادشي كامل. بعد ما امتزج ليا مزيان وداب ليا الحليب المحلى غنوضعوه جانبا وغنتسناو الكيكه ديالنا تخرج من الفران ونلتقيو ان شاء الله. اذا بعد ما خرجتها من الفران وهي باقا سخونه غنتكوها مزيان مزيان، نديرو الفرشاطه ولا نديرو العود. غناخذو دابا ونسقيوها في الحليب مزيان مزيان على الجناب كاملين والوسط. غنخليوها دابا تشرب الحليب كله مزيان وتبرد تماما، ما خصهاش تكون فيها حتى شويه السخونيه باش نقدروا نديروا لها لاكريم. خليوها تبرد ونتلاقاو من بعد. غندوزو دابا نطلعوا لاكريم. عندي 200 غرام 240 غرام ديال لاكريم. غنزيد قبيصه ديال الملحه شويه وغنزيد جوج معالق ديال السكر الثقيل. الحلاوه هنا كتبقى اختياريه، كل واحد شحال كيبغي ديال الحلاوه. كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يقدر يدير غير معلقه وحده، كاين اللي كيعز عليه الحلاوه ممكن يزيد كثر. غنطربهم حتى تطلع لي لاكريم ونطلقهم من بعد. اذا بعد ما طلعت لي شويه غنزيد شويه ديال الاكستري دو فاني ونبقى نطرب حتى كتماسك عندي. من بعد ما تماسكت لي لاكريم كنزيدو نفرغوها على الكيكه ديالنا بعد ما بردات وخليناها شربات وقلبناها على الوجه الاخر. قادوها بحال هكذا غناخدو شويه القرفه وغنديرو رشه خفيفه من الفوق. حاوش انا نكتر وغناخذ الفرشيطه غنديروا شويه ديال الاشكال شويه ديال الزواق. غندخلوها لثلاجة البرد ونتلاقاو مع الشكل النهائي. بعد ما بردات لاكريم ديالنا مزيان وشدات فراسها غندوزو دابا للتزيين. غناخدو شويه الفريز، كيبقى التزيين اختياري بداكشي اللي عندنا. وهي وهاد التحليه هي تريليتشي او تريسليتشيس، ما عرفتش شنو هي التسميه الصحيحه البرونونسياسيون الصحيحه، نخليكم نتوما تصححوا عليا. معروف انهم كيديروا فوق ديال الفريز، حنا ما غنخرجوش من الجمعه غنديرو حنا شويه الفريز. كنبداو نزينو كيف ما بغينا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم وانكم تجربوها. كنخليوها تبرد عاد باش كنقطعوها ونقدموها. وبقى لي غنقول لكم السلام عليكم ونشوفكم في فيديو قادم على خير.